مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف ما كتشوفوا مشاهدينا، اغلاق محطة الترامواي في هذه اللحظات، والبيضاويين ما لاقينش باش يركبوا، ما عرفنا شنو الاسباب. تذكرة هي ما كتقطعش الترامواي، محطة الترامواي مسدودة، وهذا شكل ازعاج الناس اللي هنايا لانهم ما لاقينش باش يركبوا، خصوصا اصحاب السونتر هنايا، يعني كاين اللي كيبغي يمشي لخدمته وكاين اللي باغي يمشي يفوج، وبزاف ديال الناس اللي كيستعملوا وسيله ديال الترامواي فما لقاوش فاش يركبوا في هاد اللحظات. هانتوما كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا، دابا البارح واليوم تقريبا هاد المحطة هادي مسدودة، وما عرفنا شنو الأسباب اللي خلاها أنها تسد. وكيف ما قلت الترامواي ما كاينش، وكيف ما قلت كذلك الساكنة اللي هنايا يعني طالع ليها الدم، لأنه ما لاقينش وسيلة ديال التنقل، لأن الترامواي من أهم الوسائل اللي كيحتاجوا المواطنين باش أنهم يتنقلوا. مازال مواصلين معكم مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكيف ما قلت محطة ديال الترامواي مسدودة في هاد اللحظات، والبيضاويين ما لاقينش فاش يركبوا. كيف ما قلت أن هادشي كيتسبب إزعاج الناس اللي هنايا، لأنه كيف ما قلت أن الترامواي وسيلة مهمة بالنسبة للناس اللي كيبغيو يتنقلوا، ولكن ما عرفناش الأسباب اللي خلاوهم أنهم يسدوها وما تبقاش خدامة. هانتوما كيف ما كتشاهدوا مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي، محطة ديال الترامواي مقفولة أو مسدودة في هاد اللحظات، وما عرفنا شنو الأسباب. وكيف ما قلت أنا راه الترامواي بأنه وسيلة مهمة للتنقل، يعني الإنسان ضروري خاصو، يعني الترامواي أكثرية المغاربة كيستعملوه، فصعيب أنه تكون في واحد البلاصة وتلقاه محطة يعني واقفة، فأكيد هنايا غيوليو يضطروا الناس أنهم يمشيو شي بلاصة أخرى، وغيولي عليهم البعد، غيوليو شادين طاكسيات. للأسف الشديد هادشي اللي واقع صعيب بزاف. مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي، وصلنا الى نهاية البث المباشر، ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر، الى اللقاء.